رمضان كريم. عسلامة عسلامة الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. بل ما نبدأ الفيديو كيف العادة نصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم جيتكم فيديو جديد ورسالة جديدة. اليوم مش نعملوا مع بعضنا بشكوتو العيد، طريقة ياسر سهلة، طريقة بنينة، مكونات بسيطة، نتحصلوا على كمية وفيرة. كما نعرفوا ما يحلى صبحية العيد كان بالبشكوتو. تبعوا الفيديو للأخر، تبعوا ليزاستيس الكل باش ينجح معاكم. بالنسبة لزور القناة أول مرة نقولوا مرحبا بيك، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة وفعل الجرس باش كل مرة نهبط حاجة جديدة جيكم نوتيفيكاسيون وتقعدوا تتبعوا في جديد متاعي. وتوا كما بقى لي كان باش نخليكم مع طريقه التحضير والمقادير. هذو ما هكا المكونات متاعنا. مش نستحقوا 300 غرام سكر، مش نعمل كيلو فرينه، ممكن نستحقوا الكل. كيما نجم نستحق اقل شويه من الكيلو احنا، ومين منا العجينه متاعنا والقوام اللي لازمنا نتحصلوا عليه، القوام المطلوب متاع البشكوتو. طبعا بعديك نوريه لكم. وبالطبيعة ديما احنا نوع الفرينة، فما فرينة تشرب وفرينة لا، هذه هكا متفاهمين فيه. دونك عندي كيلو فرينة، 300 غرام سكر، 300 مليلتر زيت نباتي، تنجموا تعوضوها بزيت زيتونة، تنجموا تعوضوها بالزبدة ذوبوها، تنجموا تعملوا شطار زبدة وشطار زيت، لكم حرية الاختيار. عندي لهنا 5 كايبات بيض بحرارة الغرفة، عندي 100 غرام فاكهة هكايا مشكلة بين لوز وبفريوة وجلجلاء، عندي مغيرفة قشور بردان ينكه برشا البشكوتو، نجمو إذا كان مش موجود عندكم تعوضوه بقطرات من روح البرقدان، عندي زوز باكوات خميرة مرتبات، باكو سكر فانيليا، وعندي المكون هذية اللي خلينا الجاتو متاعنا يجينا أهشوش وبنين وزيد يعزز لنا نكهة الفاني في وسطه، هو الكريم ديسير هذية هكا متاع بطعم الفانيليا، يعطي جو بنينة وكذلك يخفف لنا البشكوتو ويجينا بشكوتو أهشوش. نجمو تعوضوها راهو بمية غرام انشا، كيما نعرفوا هو بنشا ومنكه بالفاني، هذاك علاش اخترت اني باش نعملو بالكريم ديسير هذيا هكا. دونك كيما ريتو مكوناتنا هذوما هكا ساهلين وبساط. مش ناخذو اول حاجه البيضه نتاعنا ومش نذوبوه مع نحركوه بالباهي مع السكر حتى لين يذوب هذاك السكر. بسم الله، بالنسبة ل 300 غرام سكر يجي الحلاوة معتدلة، تنجمو تنقصو كيما تنجمو تزيدو شوية انتوما بالطبيعة حسب الذوق. دونك مش نخدم هكايا بيدي، نخدم البيض مع السكر كيما قلت لكم بالباهي بالباهي، مش نضيف السكر فاني. نخدمهم هكايا بالباهي حتى لين يتحل لنا هذاك السكر. شوفوا نقعدوا نخدموا فيها هكا اطراف الاصابع نتاعنا ونعملوا هكا اعتبارا نركضوا في هذاك البيض. فوالا كيما تلاحظوا هكا حتى كي تحسوا هكا بين يديكم تحسوا اللي السكر ذاب. مش نزيد كميه الزيت، بسم الله، كيف كيف مش ندخلو مع المكونات. بالنسبة للبشكوتو راهو ما يتعجنش، ما نعجنوهش، إذا كان عجنتوه راهو يجيكم يابس ويجيكم هكايا ملبد وما يجيش أهشوش وبنين. كيما تلاحظو ديما هكا أطراف الأصابع اعتبارا نركضو فيه، شفتوها كمية الزيت دخلت مع البيض والسكر. طبعا مش نزيد هذوما هكا الكريم ديسير، بعد نبدا نضيف الفرينه والمكونات الباقيه. بالنسبه للفاكهه كذلك ما نضيفوهاش مع السوائل، تشرب لنا هذيك السوائل ومن بعديك ما تقعدناش محافظه على القرمشه نتاعها والبنه نتاعها، كما نقولوا احنا تشرب هذيك السوائل ويتبدل المطعم نتاعها.
نخليوهم بعديك كي نجيو نضيفو الفرينه. واحنا نضيفو الفاكهه نتاعنا، نجمو راهو تستغنيو عليها الفاكهه، ما تزيدوش. نجمو تعملو المنكهات نتاع البشكوت نتاع هذاك البسباس، تحبوا ترحيوها تحبوا تعملوه كعب كيما تحبوا انتوما. تنجمو تعملو كان جنجلان كان لوز كان بوفريوا كيما تحبوا انتوما. تنكو البشكوت نتاعكم، شفتوها كيفاش تجينسه. طيب مش نصب الباكويت، الحق جربوا الوصفة هذه، ياسر ياسر بنينة وياسر تحفونة، متأكدة تعجبكم. ندخل توا هذيك الكريم تاعنا، ندخلوها هكايا يوست عليك. ريحتها ياسر بنينة كيما قلت، تعزز لكم حتى نكهة الفاني. مش نضيف غرفة البرقدان، تويكا مش نضيف الفرينة، بالطبيعة الفرينة لازمنا نغربلوها. كما قلت لكم ما نصبوش الكمية الكل، حتى نحركو ومن بعد نشوفو القوام المطلوب. ما لازموش يكون يابس زادا، لازم يكون هكايا يتلصق شوية في اليدين. هكيكا نظمو نظمنو اللي البشكوت نتاعنا يجينا كذلك اهشوش وخفيف. بالطبيعة ديما زيد انتمو حجم البيض نتاعكم كله، لازمنا نقراو له حسابه. هاكا نقص منه ما نصبوش الكل، تقريبا هكايا 800 غرام هكاكا. ومن بعد نشوف قيتو ناقص نزيدو قيتو سي بون اكاهو. مش كذلك الخميرة نغربلها، ساعات نلقاو فيها كعابر. هاكا ديجا فيها كعابر، نخلوهم هكايا ونخلطو ونشوفو. نضيف الفاكهة وسيبو طويكا نحرك. شفتو هكايا ديما أطراف الأصابع ما نعجنوش، ما تغركمش التكستير نتاعو تلقاوها هكايا جاري. تقولوا هيا نزيدو الفرينة هكا جاري، لا ندخلو الكمية هذه اللي صبيناها هذه نتاع الفرينة ومن بعد نشوفو. فوالا القوام نتاعي شوفوا جاري، مش نضيف له شويه فرينه. كيف كيف ديما نضيفه بشويه بشويه. واو كما نعجنوش ديما نعاود ونقول لكم البشكوت راهو ما يتعجنش. هاو كهكا نلموها لمين وكهو. طيب يظهر لي كهو هاو كالفيرينا ما كملتهاش الكل، ما يعادل 900 غرام هكيكا. قد ما يكون التكستير نتاعو مرخوفة قد ما يجيكم زيادة هشوش.
هذوما هكا دي زاستيس هكا نقولهم لكم، نحب نخبي عليكم حد شيء ومهما معلومة نعرفها نقولها لكم، وانتم بالطبيعة اذا كنت تحبوا تسألوا على حاجة هكا تسألوني في لي كومنتير نجاوبكم. فوالا هاكا تلمت تاويكا، مش ننظف يدي ونبدأ نركب الماكينة نتاعي ونبداو نخدمو قايبات البشكوطو مع بعضنا. شوفوا القوام نتاعو هاكا، شدوا باليد هذيا هاكا، نحسوه هنا هاكا مازال يتلصق، اما هو لا سيبو هاكا في اليد هذيا التكستير نتاعو تحفونا. فوالا ننظف يدي ومن بعدنا نركب الماكينة ونرجعلكم. ولا ركبت الماكينه نتاعي هذه هكا الزمني كيما نقولوا احنا الماكينه العربي، تنجموا تعملوا راهو بالماكينه اللي بالضو كيما تحبوا انتوما. ركبت القمع نتاعي، فما عدد اقمع مختلفه كيما هكا كيما هكا العريض القمع الحديد اللي عندكم والشكل اللي تحبوا عليه انتوما تعملوا البشكوتو نتاعكم به. مش ندهن الطبق نتاعي بشويه زيت وشويه فرينه، تنجمو تعملوا بابي كويسون ما عندكمش كيما قلت لكم، شويه زبده شويه زيت وفرينه هكاها. باه ندهن يدي هكايا بالزيت، ناخذ طريف من العجينه ونحطه في الماكينه ونبدا نخرج. باه طون عليكم، تحبوه كيما هكا تخرجوه وتقصوا وتعملوا كيما انا مش نوريكم تويكا طريقة متاع تشكيل. ما تخافوش منكم منه يطاوعكم راهو على الاخر. ناخو نعمل شيرة هكا وشيرة هكا باش يجينا ومن بعديكا البشكوتو مراولي. مش ناخو عندي هكايا هذيا هكا طوله 13 سنتيمتر، مش نقيس بيه باش من بعديكا يجيونا كعيبات البشكوت الكل قد بعضهم، ما تجيناش كعيبه صغيره كعيبه كبيره هاكا، يجيونا نفس الحجم. فوالا ناخو هكايا ونبدا الرصف التبيق نتاعي، بعدهم هكا شويه على بعضهم ما نخليوهمش قراب كيما نعرفو بالخميره، وبعديكا مش ندخلوهم للفور مش يزيد يضعف الحجم نتاعها. كيما تنجمو تعملو هكا بودان طويل، كيما تنجمو راهو تقيسو بالكعبة بالكعبة، مي هكايا كي تبداو حدكم اسهل وفيسا فيسا. تحضروهم هكا دي بودان ومن بعد تبداو تقصوهم قد بعضهم هكا. روليها كيما هكا وقيس ولا صف التبيق نتاعي كما العادة. ندهن يدي هكايا بشوية زيت وكمان نعود مرة أخرى معاكم بعد نكملو. شفتوها يخرج معاكم بكل سهولة. هلا نقولي ناخو كيما هكا ونقص هكا صافون نعاودو نكملهم تويكا بنفس الطريقة هكا. شوفو كيفاش هكايا رصفتهم، خليتهم بعد شوية على بعضهم، نكملهم بنفس الطريقة. نقلب هكايا نكمل البلاتو نتاعي وانا نبدا نشعل على الفور، مش نطيبو على 170 درجة، النار من لو طاول فوق مدة نصيف ساعة هكاكا، وكل وحدة والفور نتاعها دي معينكم ميزانكم في الفور. نكمل نشكلهم ونرجع لكم. ولا كيما تلاحظوا هذايا تبيق نتاعي لو الاحضر، تويكا مش ندخلو للفور يطيب ومن بعد ما يطيب وانا نرجع نوريهولكم
في صحين التقديم ان شاء الله. شوفوا قديش مزيان قديش مرتوب، الكعيبات الكل قد بعضهم. شكون هكا يلقى كفراغ صغير يعمل هكا كعيبه مدوره؟ ما يقلقش راهي مزيانه. ندخل من الفور يتيبو ومن بعد نرجع لكم. هذه هكا تبيق الاول متاعي يحضر. مازال عندي باقي اخر قدو في الفور، ما شاء الله طيح لي كميه وفيره. دونك شوفوا الكعيبه كيفاش ياسر مزيانه وياسر محلاها. اذا تحبوها ناضج ويتقال مش ازيد تنجموا تحمروها ازيد في الفور، كيما تنجموا تخليوها كيما هكا مويا ليهو ليهو. ياسر هكا تحفون ومزيان وبنين. نحكي لكم مش هكا قديش هشوش. هكا نقص لكم كعيبه ونوريها لكم. شوفوا ولا هذه وصفتي كانت اليوم، ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم. واذا كان جربتوها ما تنسوش باش تشاركوني تطبيقاتكم على الجروب فيسبوك كوزين باي منو، بارتاجيو الوصفه بين حبيباتكم وصحيباتكم باش تعم الفائده. وفي وصفه قادمه ان شاء الله. بسلامه.